تسديد على طول اللاعب رقم 8 اللاعب مونتينيو الهدف الاول. الله كريستيانو رونالدو جول اول منتخب جوزيه فارو طبعا تايه وركله جزاء ممتاز ركله جزاء للبرتغال يا حيانو كريستيانو ما يضيعش ده جول جول ثاني برتغالي هدف ثاني برتغالي للكريستيانو رونالدو يسجل البرتغال هدف ثاني عن طريق نجم كريستيانو رونالدو ركله جزاء 2 البرتغال لا شيء الفارو 2 البرتغال هدفين في اول او اقل من نصف ساعه ادي فونتي شوف 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 كريستيانو رونالدو ياخذ النفس المعروف بتاعه طبعا ولد مهتم جدا جدا ب يعني ما عندوش ولد يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا الله هدف جميل 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 قنبلة 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 هدف طبعا تاريخي هدف تاريخي لجوز الفارو في مرمى البرتغال هدف جميل حقيقي هدف جميل 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 كريستيانو العرضية الثالث 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 يا ولد جول ثالث للبرتغال يا الله بقول لك العرضيات سمة ممتازة للبرتغال يسجل كافالي وهدف جميل جدا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد العرضيه بتاع كريستيانو عرضيه جميله وادي الهدف الثالث البرتغال مينيو لمسه حلوه جدا ولي يلا ولي يلا يا ولد يا لعيب يا لعيب يا لعيب مش ممكن رونالدو مش ممكن مش ممكن رونالدو مش ممكن بص الكوره ضحك عليهم ضحك عليهم وسجل هدف عالمي جميل يا ولد عليك يا كريستيانو سلام عليك يا كريستيانو الهدف الثالث هاتريك